واحنا بنتكلم على المعهد القومي للاورام عايزين نفصل بين حاجتين، ان احنا نحافظ عن الساده الاطباء وازاي نوفر لهم حمايه من الفيروسات، لكن ايضا لازم ناكد ان انت امام صرح قومي كبير. المعهد القومي للاورام بيفيد عشرات الالاف من مرضى الاورام، عشان كده اهتمت الحكومه بشكل كبير بعد انتشار واقعة إصابات بعض السادة الأطباء، وأجرت اليوم أكثر من 700 مسح، خدوا عينة 700 عينة من كل المترددين، من سواء الأطباء المرضى العاملين. العينة الحكومة ستعلن قريبا نتائج هذه العينة، وربما ده أكبر مسح تم في مكان واحد في مصر منذ الإعلان عن دخول فيروس كورونا البلاد. قلت لكم في اول حلقة النهاردة ان احنا عمالين نسمع منذ بداية انتشار او الحديث عن فيروس كورونا، عمال يتقال لك ان عالم ما بعد كورونا غير عالم ما قبل كورونا. في كلام مثلا على الاتحاد الاوروبي خلاص فقد قيمته ولازم يتفكك، عمل ايه لبلاد للدول الاعضاء فيه؟ احنا شفنا رئيس وزراء ايطاليا بيرمي بعلم الاتحاد الاوروبي. في حديث على ان المنظمات الدولية نفسها زي امم متحدة وغيره ربما يتغير شكلها او تتفكك. ايضا ده ممكن ينطبق على جامعة الدول العربية والمنظمات الاقليمية. معايا على التليفون للتعليق على هذه الاسئلة السيد عمرو موسى، امين عام جامعة الدول العربية السابق، وزير الخارجية الاسبق. مساء الفل استاذ عمرو موسى. مساء الخير استاذ عمرو موسى. يظهر الخط فيه مشكلة استاذ عمرو موسى. ده حديث عمالين نتكلم عنه، انا عايز اعرف هو ايه اللي هيحصل شكل العالم ده؟ يعني مش هيبقى في امم متحدة، مش هيبقى في مجلس امن، مش هيبقى في منظمة صحة عالمية، مش هيبقى في منظمات دولية، يعني دي كلها أسئلة عايزين ناخد إجابة عليها. هل التغييرات دي هتتم سريعا ولا بتتم إزاي؟ هل هتتحكم فيها القوى العظمى برضو هي اللي هتهيمن، ولا هيبقى ده حديث ما بين كل قادة العالم؟ هذه الأسئلة هطرحها على السيد عمرو موسى فور عودته عبر الهاتف. أستاذ عمرو موسى مساء الفل. اهلا وسهلا، ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ اشكرك، متشكر ومتشكر جدا على المعلومات المهمه اللي انت اتحتها لنا الان فيما يتعلق بمعهد الاورام والرد الفعل الحكومي السريع. الموضوع اللي حصل في معهد الاورام ده موضوع خطير جدا، وممكن يكون بيحصل في مستشفيات اخرى كثيره، انما رد الفعل الحكومي رد فعل جيد، وأرجو أنهم مش بس يكون الأمر متعلق بعلاج ما حدث في معهد الأورام، إنما في كل المستشفيات يجب بسرعة يشوفوا إيه اللي جاري فيها، وهل هناك مثل هذه الحالات بتتكرر ولا لا. ده تعليق على ما شفناه معك. أما ما يتعلق بسؤالك، فكل المفكرين وأصحاب الرأي ومن يتابعونهم ويقلدونهم ويعني بيكتبوا في هذا الموضوع كلهم أجمعوا على أن عالم ما بعد الكورونا هيتغير. طبعا الكلمة كلمة كبيرة، إنما تفصيلاتها هي اللي ممكن تفهمنا الأمور هتمشي إزاي. من أطرف التعليقات إنه الشيء الثابت الوحيد هو أن الأرض ستظل كروية، فيما عدا ذلك أمور كتير هتتغير. التغير ده هيكون ازاي؟ نعم. اولا في جدول الاعمال العالمي اللي اشتغل عليه كل السياسه الدوليه والمنظمات الدوليه، اللي هو على راسه الارهاب وعلى راسه القنابل النوويه والصواريخ وتحديدها ومنعها ومنع انتشار اسلحه نوويه الى اخره. دي فيما يتعلق بالتحديات الأساسية السياسية والأمنية، ومعها الفقر ومشاكل التنمية اقتصاديا إلى آخره.
وطبعا حقوق المرأة حقوق الإنسان الجدول الأعمال اللي انت عارفه وكل واحد عارفه. دلوقتي في بنود جديدة هتدخل عليه وتدخل بأولوية كبيرة جدا قد تتعدى ما هو قائم حاليا، اللي هي الأوبئة، اللي هو تغير المناخ، اللي هو الانفجار السكاني. ودي ثلاثة من البنود المترابطة اللي ما يدخلش واحد فقط منها في الأولويات، الكل يجب يدخل في الأولويات. وأنا بعتقد أو من الذين يعتقدون أن الثلاث بنود دول يشكلوا تهديد للسلم والأمن والاستقرار الدولي بأكثر ما يهدده الأمور الأخرى اللي تقريبا حيدت. نعم. زي القوة النووية هنا تحيدها القوة النووية هناك، والصواريخ اللي هنا تحيدها الصواريخ اللي هناك. إنما ما يتعلق بالأوبئة، ما يتعلق بتغير المناخ، ما يتعلق بالانفجار السكاني، كل ده شيء طبعا كلها بنود كانت موجودة ولكن لم تكن لها أولوية. الآن هيكون لها أولوية. وبعتقد أنا شخصيا أنه مجلس الأمن ضروري يتعرض لهذه الأمور المتعلقة بالتعاون في شأنها، والمتعلقة بإعطاء الاهتمام والأولوية في الاستثمارات وفي ضمان أنها تحصل وفي مسؤولية الحكومات إلى آخره. ده واحد. اثنين، موضوع النظام المتعدد الأطراف. النظام المتعدد الأطراف ده سوف يبقى. يعني احنا مش ما يمكنش حل الأمم المتحدة لمجرد انها حاجه احنا عايزين حاجه جديده، لانه لابد نتفاهم يعني ايه حاجه جديده. انما بتصور انه لابد من ان هذا النظام متعدد الاطراف هيجيب منظمه الصحه العالميه ويشوف هل فعلا ادت منظمه الصحه العالميه واجبها وتحملت بمسؤوليتها كما يجب ان تكون، ولا كانت اقل، ولا كانت على مستوى عالي. لابد من إعادة النظر. نعم. في الأداء، أداء المنظمات المتعلقة بهذه الأمور زي الأوبئة. وطبعا لابد من منظمات جديدة تتعلق بالمناخ وبالتعامل الجيد النشط مع موضوع. هل ممكن إنشاء منظمات جديدة سيد عمرو موسى؟ شوف، هو منظمات جديدة إذا تم الاحتياج إليها. يعني ممكن نكون عايزين منظمة صحة جديدة، ممكن ممكن نكون عايزين منظمة خاصة بتغير المناخ. إنما الأمم المتحدة ستبقى كما هي، أنا بعتقد كده. بس عفوا حضرتك، كان في عندنا عصبة أمم لإصلاح كبير في جداول أعمالها وفي طريقة اجتماعاتها وفي الوكالات المتخصصة زي بقول لك الصحة العالمية والعمل الدولية والزراعة وخلافه. هل تستطيع هذه الوكالات المتخصصة اللي موجودة من بداية النظام الدولي، يعني بعد وواحدة منهم قبل نهاية الحرب العالمية الثانية، مثلا الاتحاد الإفريقي نشط واجتمع رؤسائه بناء على دعوة رئيس المنظمة اللي هو رئيس جمهورية رئيس جنوب أفريقيا مرتين، اجتماعات على الفيديو كونفرنس، ونظروا في ايه موضوع افريقيا، ولانه الموضوع التحدي بتاع الكورونا لم ينتهي بعد، وافريقيا بدات فيها اصابات، وافريقيا فيها طبعا نقص كبير في المستشفيات وفي الادويه وخلافه. يعني الاتحاد الافريقي سيبقى. الاتحاد الافريقي، شوف، ما فيش حاجه هتقفلها، يعني الامم المتحده مش هروح نقفل بابها، انما هندخل ونقول لها انت عملت ايه، وهتقدري تتجنب. بس الدول الاتحاد الاوروبي ممكن تخرج من الاتحاد. انا جاي لده. لأنك أنت قلت الأمم المتحدة، الأمم المتحدة لابد وأن تصلح نفسها وأن تضع في اعتبارها أن هناك بنودا جديدة ضروري أن ترتفع إلى مستوى المسؤولية في مواجهتها، مش المسائل التقليدية اللي احنا مشينا عليها بالخمسين ستين سنة اللي فاتت. أما أوروبا فالحقيقة أن الاتحاد الأوروبي واجه يعني وقع في مطب كبير جدا، ما كانش مستعد لهذا، وكل النظام الدولي ونظام العولمة نفسه ما كانش في اعتباره انه ممكن يحصل وباء بهذا الشكل وينتشر بهذا الشكل، مع انه المفكرين والمثقفين في مجال العولمه كان لابد يضع في اعتبارهم انه ممكن يكون في وباء سوف ينقل بكثافه، مع كثافه السفر وكثافه حركه الطائرات وكثافه حركه السياحه الى اخره. ده لم يتم الاهتمام بالاهتمام الكافي. ده اللي هيكون مجال لتغير كبير في الأولويات
وحتى في اولويات الاستثمار. وانا بتصور انه رجال الاعمال عندنا في مصر هنا ضروري يفكروا في الاوضاع الجديده دي، في تحديات جديده. ما يصحش مره ثانيه يحصل هذا وما يكونش في مصانع كمامات عندنا، ما يصحش يحصل مثل هذا مره ثانيه وهيحصل، وما يكونش في استعدادات بالادويه واستعدادات في المستشفيات واستعدادات وهكذا. التغير هيكون تغير في التصرف، تغير في رد الفعل، مش تغير في انك تقفل منظمه او تفتح منظمه. المنظمات دي ستكون كلها رهن التطوير، ومنها ربما الالغاء، انما الغاء في لان في حاجه ثانيه نتكلم عنها. جمع الدول العربيه الاتحاد الاوروبي، يعني الاتحاد الاوروبي ما فيش كلام انه فشل في معالجه او في التعاون المفروض ان يتعاون فيه، هو فتح الحدود ما بين الدول وعمل عمله واحده لاوروبا وسياسات واحده الى اخره، ده معروف. ولكن لما جه هذا التحدي الجديد فشل فيه. في حاجه ثانيه غير كده، قياده العالم، الدوله الرائده العظمى لم تقد العالم في مواجهه هذا التحدي الجديد. التحدي الموجود ده اثبت انه لا، احنا كنا مثلا في موضوعات النوى والصواريخ وتكون بنشوف الدول العظمى بتعمل ايه والدوله العظمى الاكبر بتتصرف ازاي. نعم. وهي كانت تتحكم في الامور وتقود الفلسفه والفكر والاجراءات المتعلقه بهذه البنود. نعم. ذات الاهتمام الاساسي، موضوع الارهاب، كل ده كان فيه دوله عظمى اولى بتعمل بتضع جدول الاعمال وبتقود في التصرفات. في هذا التحدي ما كانش لها دور، بالعكس ده كانت احد الضحايا الحيرانه اللي مش لاقيه كمامات ومش لاقيه والمستشفيات ما تشتغلش. صحيح. الازمه دي كشفت عن مدى القوه الحقيقيه لدول كثيره زي الصين. اضيف الى هذا يا استاذ محمد انه العولمه نفسها، العولمه كانت عولمه اقتصاديه في في في, في معظمها، يعني اقتصاديه والكترونيه، موضوع الاتصالات وموضوع الاقتصاد والتجاره والسياحه وغيرها. هذه الامور اللي طبعت العولمه ما اصبحتش كافيه. العولمه لابد وان يكون لها ذراع مهم اجتماعي يتعلق بالخدمات وبالصحه وبالمناخ وبغيره. العولمه لابد ايضا ان تتطور ويكون لها ناحيه انسانيه، وما تكونش بس هي الفلوس والامن وحركه المال وحركه البنوك وحركه، لابد من الناحيه الاجتماعيه. العولمه سوف تتطور وتتغير. لا اعتقد ان احنا هنقفل الحدود بين كل الدول. تقفل الحدود ازاي؟ اذا كان عندك السوشيال التواصل الاجتماعي من السهوله بمكان بين الكل، بين الشباب في كل دول العالم وبين العلماء في كل دول العالم، التخلص من العولمه لن يحدث بالشكل اللي هو ابيض واسود. هيحصل تطور زي ما بقول لك، العولمه هيحصل فيها تطور، دور الدولة العظمى الأولى هيحصل فيه تطور، لأنه في مواجهة تحدي ضخم لم تقم بهذه الريادة كما يجب أن تكون. الدولة زي الصين أسهمها ستصعد أكثر في العالم؟ شوف حكاية أنه في دولة عظمى بتمشي ودولة عظمى جاية مطرحها زي مدى الملك يحيى الملك، ده مش في السياسة. دي مسائل هتاخد وقت. الصين بتصعد، الصين تصعد بفعل مضارع، وامريكا تحديات بتغرقها تحديات، انما عندها مكنات ضخمه جدا امريكا، وامريكا من الدول والمجتمعات اللي بتصلح نفسها بسرعه. يعني انا اؤكد لك لو حصل اللي حصل ده من الكورونا في ظرف 5 سنوات القادمه، امريكا هتكون قادره على مواجهته، انها سريعه في التطور. الصين ايضا سريعه في التطور، هيكون في تنافس بين الدولتين. نعم. انما مش حكايه انه امريكا ماشيه والصين جايه، دي مساله فيها تأثير. اذا ستبقى كل المؤسسات والمنظمات كما هي، ولكنها سوف تصحح اخطاء وسوف تتطور، بعضها سيكون هناك تطوير جزئي فيها، جزء جذري فيها، وبعضها هيكون يعني ممكن الاصلاحات التدرجيه. اشكرك شكرا جزيلا السيد عمرو موسى الامين العام السابق لجامعه الدول العربيه، بتحدث كل المنظمات هتقعد زي ما هي، مفيش تغيير، ولكن اللي هيحصل انها ممكن تعدل من اوضاعها، بتقيم ردود افعالها ايه، يرى ان الصين اسهمها في صعود، لكن امريكا ايضا كقوه عظمى بتصحح اوضاعها بسرعه. الاتحاد الاوروبي هو اللي في مأزق حقيقي
مع هذه الدول. امبارح